على الحياة فم. موجز الأخبار من إذاعة الحياة فم، أهلا بكم. البداية بالشأن الصحي. على رياض دغفوس رئيس اللجنة العلمية للتلقيح انطلاق أول حملة تلقيح للأطفال من 5 إلى 12 سنة ضد فيروس كورونا، وتتواصل لخمسة أيام في مراكز التلقيح ودون الحاجة إلى أي وثائق على أن يكون الطفل مرفوقا بأحد الأولياء. وبيّن المتحدث أن الأطفال المعنيين بهذه الحملة هم من يعانون من أمراض مزمنة بالخصوص، لكن بإمكان البقية تلقي التلقيح بخيار من الولي، مؤكدا أن التجربة كانت ناجحة في عدد من البلدان وكانت الانعكاسات السلبية بسيطة ولا تشكل أي خطورة على صحة الأطفال. من جهة أخرى، طلبت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم بتنظيم مقابلة مباشرة مع رئيس الجمهورية، داعية إلى وقفة احتجاجية يوم الخميس القادم للمطالبة بإصدار مرسوم رئاسي استثنائي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية العمر والاختصاص. وتطالب الجمعية أيضا بإحداث منصة إلكترونية يرتب فيها المعطلون عن العمل من هذه الفئة ترتيبا تفاضليا على مقياسي سنة التخرج وسن المتخرج، مع تسقيف زمني للشروع في انتدابات وفق مرسوم رئاسي استثنائي يصدر في الغرض ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية العمر والاختصاص. في المقابل، أعلن رئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى الهادي باكور الشروع في عرض المواد المكتبية بتخفيضات استثنائية في الأسعار بداية من اليوم واللوازم المدرسية بالمساحات الكبرى، وتتواصل هذه الحملة إلى غاية 26 من الشهر ذاته بالتنسيق مع المصالح المركزية والجهوية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات. كما كشف المتحدث أن هذه التخفيضات تتراوح بين 10 و30%، مؤكدا توفر جميع المواد مع تنوع الأسعار حسب الأصناف والجودة وفضاءات العرض. ختاما وفي الشأن الدولي، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني في ظل تداعيات أزمة السيول التي اجتاحت عددا من المناطق في جمهورية السودان. وقامت أجهزة الدولة المصرية بتسيير جسر بري يحتوي على مواد غذائية وأدوية ومساعدات إنسانية وطبية بإجمالي 90 شاحنة نقل للأشقاء في جمهورية السودان. نهاية الموجز الأخباري، قدمته لكم سيمر بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. موجز الأخبار على الحياة فام.